السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب يعود علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن واليسر والبركات. نبدأ بالصلاة على حضرة جمال سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بتاريخ 11/4/2022 هنقدم لكم عرض مميز جدا جدا جدا، في أعلى سلالات والله أعلى تحويل وأعلى مناعة. بهم دي متربية على المرعى، بس معلش انا هاخد من وقتكم بس دقيقتين قبل ما نخش في الفيديو. انا من يومين كنت منزل عرض على سوق بلدنا، القناة المحترمة، كنت منزله المغرب يوم الجمعة. المهم العرض ده حد برضو محترم جه بعدها بساعتين تلاتة خد العرض ومشي، الله يبارك له. المهم كلمني حد تاني يوم السبت الظهر كده، كنت نايم. المهم فضل يرن عليا لحد ما صحيت. قال لي انا جالك، قلت له تشرفني. جالي المزرعه بعد ما جالي قال لي انا كنت هنا جنبك، كنت عند ناس يعني بدون ذكر اسماء والله، ورحت شفت شغل عندهم. قالوا لي للشغل 7-8 شهور في الفيديو، ورحت لقيت الشغل مش ما يديش حتى ل4 شهور ولا 3 شهور. فالمهم من هنا لهنا خلصت معاه والدنيا تمام، والله اديته 10 جول بدون هامش ربح نهائي، لان الراجل اصلا كنت تشوف منظره ربنا يكون في عون الناس يعني والله. المهم الكلمه اللي حابب اقدمها لكل اخواتنا وحبايبنا اللي في المهنه والناس المتابعين والناس اللي خارج المهنه واخواتنا اللي بيقولنا منخر الدنيا، يا جماعه بالله عليكم لما تعرضوا حاجه اعرضوها بما يرضي الله، اعرضوا شغلكم بما يرضي الله. الناس دي كلها متمرمطة وتعبانة في القرش، الناس دي كلها يعني معظم الناس دي، ده المشروع ده هو ده اللي فتح بيته، المشروع ده هو اللي فتح بيته وهو اللي بيجري عليه، وهو يعني ده المشروع الوحيد اللي بالنسبة له. احنا لازم نقف جنب الناس ولازم نعرض لهم شغل محترم وحاجات كويسة عشان ربنا يبارك لهم ويبارك لنا ويوسع الناس كلها. يا جماعة بالله عليكم اللي يعرض حاجة يعرضها بمرض الله، انت رزقك كده كده هتاخده، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اعرض بما يرضي الله هتلاقي ربنا بيوسع عليك، اشتغل بما يرضي الله هتلاقي ربنا بيسترها معاك. حاجة يعرضها بمرض الله، انت رزقك كده كده هتاخده، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اعرض بما يرضي الله هتلاقي ربنا بيوسع عليك، اشتغل بما يرضي الله هتلاقي ربنا بيسترها معاك، سواء في مالك في عيالك. اعرض شغل بما يرضي الله، لو حتى شغل غالي بس اعرض بما يرضي الله. ليك رزق هتاخده وانا ليه رزق هاخده، كل واحد له رزق هياخده. نخش في الموضوع. العشرين يجلي دول اعمارهم 9 شهور، اعمار 9 شهور متحصنين، متحصنين اعلى تحصنات، وبديهم استقبال اول ما يدخلوا عندي، وهم طالعين لاي عميل برضو بديهم تحصنات، هم النقل يعني. سعر العشرين 295,000، اللي عايز 10 ماشي، اللي عايز 5 ماشي، اللي عايز يجلي واحد بس على راسي. سعر العشرين 295,000، سعر العشرين 295,000، اللي عايز 10 ماشي، اللي عايز العشرين على راسي، اللي عايز يجي واحد على راسي واي كمية من عندنا. لو حتى واخد عجل ومعجبهاش بعد اسبوع بتاعي، واخد 20-30 فيهم 2-3 مزعلينك، عربيتي تروح تجيبهم وتجيب لك غيرهم. والحمد لله والشكر لربنا سبحانه وتعالى، احنا شغلنا مسمع في الدنيا كلها ونحمد ربنا، يعني احنا في نعمة، شغلنا محترم الحمد لله. سعر العشرين تاني 295,000، اللي عايز 10 ماشي، اللي عايز العشرين ماشي. في اعمار اصغر من كده تاني، وفي اعمار اكبر من كده، موجود عندي كميات سواء من العشرين دول او اصغر منهم او اكبر منهم. رقم التليفون 010-140-35-35-1، 010-140-35-35-1. معاك فلوس تعالى، ما معاكش فلوس تعالى،
ما يحصل لك نصيب بعد كده نتصرف في الفلوس. معاك فلوس تعالى، ما معكش فلوس تعالى. الناس اللي بتجيب نخر الدنيا، العربيات موجودة، محدش يشيل هم أي حاجة. السلام عليكم.